أحد الإخوة المستمعين من جمهورية مصر العربية هو محمد علي فرغلي، بعث يقول: عندنا في مصر في بعض القرى الريفية أناس يقومون بأعمال الطبل والمزمار ويقولون إننا نخرج الجن من الناس ومن النساء، فما حكم ما يفعلون؟ هذا من عمل بعض الصوفية وهو منكر غلط، لا يجوز فعله ولا يجوز تقليدهم، بل يجب ينكر عليهم. يتعبدون بالطبل والمزاميد والغناء، هذا منكر، وهذا من فعل بعض طوائف الصوفية. فأنت يا أخي تنكر عليهم ذلك، وإخوانك تنكرون عليهم وتعلمونهم وترشدونهم أن هذا لا يجوز، وأن الواجب الاستغاثة بما شرع الله من العبادة من صلاة قراءة وذكر، لا بالطبل والمزامير. نعم، جزاكم الله خيرا.